أسعد الله صباحكم بألف خير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. اليوم غادي نتكلموا فيها على الحياة الحميمية للأزواج. غادي نشوفوا في هذه الحلقة شنو هي الأشياء اللي تتخلي الزوج كيبعد من العلاقة الحميمية مع الزوجة ديالو، شنو هي الأشياء اللي ما كتخليش عنده رغبة جنسية تجاه الزوجة ديالو. هذا الموضوع هذا غادي نطرحوه مع الدكتور حاتم شرف الإدريسي. صباح الخير دكتور. صباح الخير عزيزة، وصباح الخير كل المشاهدين. مرحبا بك. ألوغ التخصص ديالك هو الحياة الحميمية والعلاقة الزوجية والمشاكل الجنسية خاصة ما بين الأزواج دكتور. بزاف ديال السيدات كيتسائلوا أو كيشتكيوا، مثلا تتقول لك الزوج ما عندوش رغبة جنسية معها، مثلا أن الزوج تهرب من هذه العلاقة الحميمية، فواش كاينة أشياء اللي تخلي هذاك الزوج ينفر من هذه العلاقة مع الزوجة ديالو رغم أنه يعني بكامل القوى الجنسية ديالو؟ ألوغ هنايا غادي نهضروا اليوم على الأسباب اللي كتخلي انه الرجل اثناء العلاقه الجنسيه شنو هما الاسباب مثلا اللي كيقدر المراه ديرهم اللي كتخلي الرجل انه كتهرس ليه ذاك الرغبه الجنسيه اثناء العلاقه الجنسيه. ولكن قبل ما ندوي على اثناء العلاقه الجنسيه ديال الموضوع، بغيت نشير على واحد النقطه اللي هي مهمه. هو ديجا قبل ما نبداو العلاقه الجنسيه، نهضروا على العلاقه الجنسيه، هو قبل العلاقه الجنسيه كنلاحظوا انه بزاف، حيت اليوم شويه غادي نلوموا المراه اليوم بين قوسين، غنشوفوا الأخطاء اللي كترتكب المرأة يمكن باش ما ترتكبهمش، باش نفسروا لها شنو هما النقط اللي غادي يكون واحد الرجل تيمشي فيه الرغبة العلاقة الجنسية. نكونوا حنا ما كنتكلموش اليوم على المبدأ، وإنما كنتكلموا على السلوك، السلوك دائما فيه يعني أخذ ورد. دونك هنايا بالنسبة قبل ما ندويو على العلاقة الجنسية كما قلت لك، أنه غندويو على واحد الفئة ديال لي كوبل اللي الزوجات كيرفضوا العلاقة الجنسية مع الزوج ديالهم، وتيكون حنا كيمكن نتفهموا للزوجة أنه مثلا كتكون عيانة، كتكون واحد النهار مشغولة، واحد النهار الله يحسن العوان، يمكن يكون الزوجة هناك يكون الرجل متفاهم. ولكن كنهضر على واحد الفئة اللي الرجل كيدير المبادرة لعدة مرات وتيكون الرفض دائم، سيتادير تيكون واحد الرفض، وهادشي كنشوفوه في المجتمع، كنشوفوه في العيادة بزاف، اللي كيكون مثلا القبول مرة في 10 ديال المبادرات باش يمكن تقبل ليه مره، وتيحس بالراجل تبني كتقبل ديك الزوجه ديك العلاقه الجنسيه واحد المره في 10 ولا مره في 6 المرات ولا 8، تيحس بحيله مصدقه عليه ديك العلاقه الجنسيه، دونك ما تيكونش مرتاح ديجا اصلا داخل العلاقه الجنسيه، هو بحال الا ديك المراه دايره فيه خير. هذه غير بين قوسين قبل من العلاقه الجنسيه، غير هذه راه كتعطي واحد برود جنسي، هنا حاجه اخرى كتعطي برود جنسي عند الرجل. هنا برود جنسي تجاه الزوجه ديالها، تجاه الزوجه ديالها. هكذاك دابا غادي ندخلوا للعلاقه الجنسيه. في العلاقه الجنسيه بحد ذاتها، النقطه الاولى اللي كيمكن انها ما كتخليش الراجل يكون في واحد العلاقه الجنسيه اللي هو عنده فيها متعه، هي بالنسبه لدوك الزوجات اللي ما كيديروش حتى شي حركه اثناء العلاقه الجنسيه، يعني ما كتكونش المشاركه مع الشريك ديالها مع الزوج ديالها في العلاقه الجنسيه، سيتادير ان دون اوكان سين دو في، سيتادير اون بلانش الي لا بوان، والراجل يربي الرغبه ديالو، دونك ما كتمس الراجل ديالها، ما كتشارك معاه في العلاقه الجنسيه، ني غيان دو تو. دونك هنايا سي بحال الراجل كيدير علاقه جنسيه مع اون بوبي غونفلابل. هنايا خص المراه تعرف بانه الراجل راه ما عندوش واحد المتعه. كاين نقطة أخرى، هو أنه مثلا ملي كتكون الرجل مع الزوجة ديالو في العلاقة الجنسية، هو أنه كاين بعض النساء اللي مثلا كيمكن ليها تجبد ليه واحد الموضوع أثناء العلاقة الجنسية. أثناء العلاقة الجنسية كيمكن ليه تهضر ليه مثلا على شي حاجة، أو لا تقول ليه حقا راه نسيت راه سميتو، أو لا مثلا التليفون صونا، أو لا سي دي شوز كي كوب لو ديزير، اللي هما تيهرسوا الرغبة عند الرجل في ديك العلاقه الجنسيه. او لا التليفون، كاين المراه اللي غادي يصوني لها حاطه التليفون كتسنى ميساج، او لا غتعيط لها امها، او لا سميتو. دونك هنايا ماذا بنا انه في ديك العلاقه الجنسيه تنبعدوا دوك لي سمارت فون، تنبعدوا، تتكون واحد العلاقه اللي هي حميميه بين الزوج والزوجه ديالو، ما خصش يكون حتى شي حاجه اللي كيفا باغازيتي اللي غادي تشوش على ديك العلاقه الجنسيه. وتا حاجه اخرى، هو انه كتكون واحد لا كوميونيكاسيون، واحد الحوار، هذاك الحوار كيقدر يكون اثناء العلاقه الجنسيه، ما كنكثروش منه عاوتاني باش ما كيكونش مزعج،
وماشي عاوتاني غيان دي تو. دونك تيكون واحد الحوار اللي كيعطي واحد التجاوب باش حتى الراجل كيحس براسو بانه المراه ديالو تحس بانه عندها متعه. دونك هنا تيكون التجاوب كتزيد الرغبه نعم. الجنسيه عند الرجل لانه المراه الا كانت غير ساكته كما قلت وما كاينش المشاركه، الراجل كيجيب ليه الله انه المراه ما عندهاش متعه معاه. نعم. ما عارفش دونك لي سي با واش المراه عندها متعه. دونك هنايا ان با دو بليزير، راه المراه خاصها تعرف بلي الراجل كتكون عنده متعه من كيحس بلي المراه مشاركه معاه، والمراه بلي حتى هي عندها واحد لو بليزير وعندها واحد المتعه معاه. نعم. وانها كتشاركوا في ديك العلاقه الجنسيه ميم فيربالمون. نعم. ال بو كومونيكي النقط اللي بغات اي تو سا. كاين نقطه اخرى سي كتكون ديك لا سبونتانيتي. مثلا الراجل كتجيه واحد الرغبه جنسيه، كيكون مثلا هو والزوجه ديالو يلاه تزوجوا، اولا مثلا حتى ماشي يلاه تزوجوا ولو من بعد 20 عام ديال الزواج، انهم مثلا بوحدهم في الدار. مثلا الراجل كتجيه واحد الرغبه الجنسيه مثلا تلقائيه، اللي كتجي ديك الرغبه اللي هي سي واحد الرغبه ديال واحد لافونتور او لا مغامره او لا ديك في ديك اللحظه او لا ان فونتازم. مثلا في شنو كتقصد مغامره؟ ملي كنقصد مغامره بانه ماشي في بيت النعاس، انه أوكي. مثلا في الكوزينه كان مع مرته تيعاونها وجات واحد الرغبه في مكان مغاير، كيمكن انه مثلا دخل لاصال دو بان لقى مرته كدوش مثلا وجات ديك الرغبه. كنلقاو بعض النساء اللي كيفرضوا انه لا ما غنديرش العلاقه الجنسيه الا بلاتي، تيخص هذاك لو كونفور، تيخص لا بلاتي تمشوا للفراش، تمشوا بيت النعاس، تندير هنا هرستي ذاك لو فوالا لي لون اي لو شارم اي لو ديزير ديال ذاك الرجل اللي كان باغي ديك. خصنا نخليه ديك التلقائيه اللي كتجي بعض المرات اللي كتكون فيها واحد الرغبه اللي هي قويه. نعم. ديك الرغبه قويه اللي اللي كتكون اللي كيخص المراه ما تهرسهاش للراجل، بالعكس تعيش مع الراجل ديك اللحظه اللي سو بو هي غادي تكون عندها متعه. دونك هادو بزاف ديال النقط اللي كيخليو الرجل انه في العلاقه الجنسيه كيمكن المراه كتهرس ليه ذاك. نعم. الرغبه الجنسيه اللي ما كتبقاش ديك الرغبه ديك العلاقه الجنسيه لو كاس، وهنايا كيقدر يفقد حتى الانتصاب ديالو. نعم. لانه يا كيك شوز كي لو ديرونج في العلاقه الجنسيه بحد ذاتها. الوغ طمني، لان انا غنطرح لك سؤال وتجاوبنا عليه هذا الشيء هذه ان شاء الله. واش هذا الشيء كيتعالج؟ واش هذا الشيء مثلا سي ريكوبيرابل كما تنقولوا ما بين بيان سور تو تافي؟ لانه هاد النقط كاملين علاش كنقولوهم دابا؟ نعم. دايوغ هاد النقط اللي هما ساهلين باش يتعالجوا ديجا النساء اللي كيسمعونا انهم غادي يسمعوا، كل وحده مثلا اللي غادي تسمع النقطه مثلا كديرها غادي تستكملها، ومازال نقط اخرى ان شاء الله نقول لها في الراديو. مازال نقط اخرى. دونك هنايا غير ديجا لو فات باش يسمعوا هاد النقط، يمكن كل وحده غادي تلقى راسها في واحد النقطه اللي تحاول ما ديرهاش مع الزوج جاوزها. وطبعا مره اخرى ان شاء الله في حلقات اخرى غادي نتكلموا على شنو الاشياء اللي كتقطع هذه الرغبه الجنسيه عند المراه واللي كيقوم بها الرجل. يعني غادي نتكلموا على الموضوع من وجهه نظر مختلفه. مي هاد الاشياء انت مازال ما غاديش تمشي، غادي تبقى معنا دكتور من جوج حتى لربعه. غادي يكون معنا دكتور حاتم شرف الادريسي مباشره على امواج راديو دوزام مشاهدينا للاجابه على كل الاسئله ديالكم. شكرا لكم والى اللقاء.